السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناتي. واللي اول خطره تشوف قناتي ان شاء الله ما تنسانيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصل كل جديد. اليوم جبت لكم هذا الكغاطا اللي يجي بنين بزاف بالبطاطا والدجاج بذوق الشاورما، يجي واعر في البنه. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، ويلا هم مع بعض نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاج في هذا الكغاطا نحتاج هنا الدجاج، عندي صدر دجاج قطعته هكذا الى قطع صغيره، وعندي البطاطا، هادو زوج اللي نبدي بهم. البطاطا حتى هي قطعتها كما راكم تشوفوا، دروك نمشي نبدي بها ندير لها الملح ونقليها كامل. وهذا الدجاج تروحوا معايا ونشوفوا التوابل اللي نديروهم مع بعض. لهنا نجيب مقله ندير فيها شويه الزيت ونسخنها مليح مليح، ونجيب هذاك صدر الدجاج اللي كان عندي اللي قطعته هكذا كرويات صغار، نديرها على هذيك الزيت ونبدا نزيد في التوابل. لهنا جبت 3 سنينات تاع الثوم ربيتهم، نزيدهم هما اللوالا. وهنا حبه نص حبه تاع البصله صغيره ربيتها كذلك، ونزيدها فوق هاد الدجاج ونبدا ندير في التوابل. لهنا بدي بالتوابل تاع الشاورما، انا نشريهم بالميزان يجي فيهم واحد البنه يعطي، والبنه تاع الشاورما يعني تمشي عند العطار تقول له عطيني لي زيبيس تاع الشاورما. هكذا نشري بالميزان، درت هنا معلقه صغيره يعطى واحد الذوق هايل. درت هنا معلقه صغيره تاع التوابل تاع الشاورما، نزيد عليهم نص معلقه صغيره تاع سكنجبير. شحال ما كثرنا التوابل في هذا الدجاج يجي بنين. لهنا نص معلقه تاع فلفل عكري، فلفل احمر، واحد شويه على نص معلقه تاع فلفل الكحل تفاوح، والملح، الملح على حسب الذوق. ونزيد نعصر نص حبه تاع الليم باش تعطيني هذيك الطراوه هذاك الدجاج نتاعي. هادو هما التوابل كامل اللي درتهم. لهنا نخلط هادو مع بعض ونخليها تطيب في خاطرها، نقص ونخلي الدجاج يطيب في خاطره باش يطيب لي ما يقعدش اخضر، حتى يطيب لي مليح مليح بهذه الطريقه. ومن جهه واحده اخرى البطاطا راها تنقله، نقليها كامل ونزيد نقلي هذا الدجاج حتى يطيب. هذا الكغاطان يجي بنين بنين بزاف واحد الدرجه، يجي فيه البنه تاع الشاورما بهاد التوابل اللي زدناهم. اكيد لهنا هذه البطاطا نتاعي درتها مباشره في هذا المول اللي ندير فيه ندخلها الكوشه، وهذاك الدجاج نتاعي اللي طاب. لهنا نحتاج كاس تاع لا كريم فخاش تاع الطبخ، وهنا فرماج بورسيون نزيدها فوق هاد البطاطا، وهنا نحتاج جوج حبات تاع البيض والفرماج محكوك فرماج غابي. لهنا ندروك نجيب هذا الدجاج نديره فوق هاد البطاطا مقليه، نديرها كامل هكذا من الفوق يعني تبقى تاع البطاطا وتبقى تاع هذا الدجاج. ونبدا نحل في هذاك الفرماج هكذا، نسدف مليح هذا الدجاج على كامل هذا الوجه بهذه الطريقه. كغاطي خفيف ظريف ويجي بنين، اكد لكم يجي بنين بزاف. هنا نجيب هذوك الحبات تاع الفرماج نحلهم ونقطعهم هكذا قطع صغيره ونحطهم نسدفهم من الفوق فوق هذا الدجاج. لي غراتان شحال ما كثرنا فيهم لي فرماج يجيو بنان بزاف. نديرو انواع تاع الفرماج بزاف، كل واحد يعطي بنه، كل نوع يعطي بنه. هذه هي راني نقطع هكذا في الفرماج، ها هو دابا بعد ما سدفت من الفوق. دروك نجيب اناء واحد اخر ندير فيه هذا الخليط اللي نديره في هذا الكغاطان. ندير زوج حبات تاع البيض، الخليط يجي يعطي شغل يخليها تجي كريميه، يعني هاد الكغاطان يجي كريمو يجي بنين بزاف ما يجيش ناشف. لهنا نزيد على هذوك زوج حبات تاع البيض كاس تاع لا كريم فريش، ونزيد شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل، ونخلط بالفوي، نخلط مليح حتى ينسجموا هاد البيض مع هاد لا كريم فريش، يعني هاد الخلطه تولي ثقيله بهذه الطريقه.
ولهنا نبدأ نكب في هذا الخليط نتاعي. شوفوا كيفاش يجي من الفوق الصلصه هذه تجي بنينه بزاف. راني هنا نكب فيه على هذا الوجه كامل. بعد ما كملتو دروك نجيب هذا الفرماج غابي وندير تانيك هكذا من الفوق. بهذه الطريقه ندير الفرماج ونكثرو شحال ما كثرنا الفرماج يدوب ويجي شباب ويجي بنين. لهنا ندخلها يطيب، يعني هذه الخلطه تطيب، ما عنديش صوالح بزاف يطيب وكلشي طايب. ونخرج هذا هو الكراتان تاعي. بعد ما طيبته شوفوا كيفاش خرج، خرج يهبل واحد الريحه تاع الشاورما كانت مطلوقه. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها وتخليوا لي رايكم فيها. وشكرا على المشاهده والى اللقاء.